الفرح ونتمتع وياه. جامل عز وجامل فرح بقربك يا الله، وارد لينا نعيش الفرح ونتمتع وياه. حبك ما بننسى. دام العز ودام الفرح بقربك يا الله، واهب لينا نعيش الفرح ونتمتع وياه. دام العز ودام الفرح بقربك يا الله، واهب لينا نعيش الفرح ونتمتع وياه. وكلامك صلينا النور وبنورك نحيا، لولا قلبك حن علينا ما كنا نلقاه. لو سألتك سؤال أو أنت سأل لنفسك سؤال، أنت مستني إيه؟ مستني إيه في الحياة دي؟ مستني إيه النهاردة؟ تعال عد في محضر، تعال اكشف قلبك قدامه وفكر وشوف دواخل قلبك أنت مستني إيه؟ أوقات كتير جدا بنستنى حاجات كتير، بنستنى إن إحنا نبقى أحسن، بنستنى إن إحنا نبقى مرتاحين، بنستنى إن إحنا نبقى فرحانين، بنستنى حاجات تبقى بتتغير حوالينا، بس عمرنا بنستنى إن إحنا نتغير، إن إحنا نبقى حاجة مختلفة. لكن الحقيقة إنه في الكتاب المقدس الله عايزنا نكون مشابهين صورة ابنه، لأنه لما بنتغير للصورة دي ولما بنبقى مشابهين صورة ابنه ساعتها بنقدر نعيش الحياة دي، وساعتها بنبقى مستنيين حاجات مختلفة. أو الحقيقة إن احنا مش بنبقى مستنيين حاجة، لأنه مش بيبقى فارق معانا الظروف اللي بتحصل حوالينا، لأنه بقينا شبه ابنه فقادرين نعيش في العالم الصعب ده وفي الظروف الصعبة دي. تعال صلي الترنيمة اللي جاية دي معانا وقوله غيرني إني أكون شبهك.
أسكت أنا وداني سمع وغيرني شبهك يا يسوع غيرني 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 شبهك يا يسوع يبقى جمالك ده مطبوع في حياتي شبهك يا يسوع غيرني شبهك يا يسوع غيرني شبهك يا يسوع غيرني شبهك يا يسوع غيرني شبهك يا يسوع يبقى جمالك ده مطبوع في حياتي مجدك يا يسوع شبهك يا يسوع غيرني شبهك يا يسوع غيرني شبهك يا يسوع غيرني شبهك يا يسوع غيرني شبهك يا يسوع يبقى جمالك ده مطبوع في حياتي مجدك يا يسوع ربي بسلم ليك أوقاتي وهتبقى الأول في حياتي ربي بسلم ليك أوقاتي وهتبقى الأول في حياتي رح أسلم لك عمري الآتي وغيرني شبهك يا يسوع غيرني شبهك يا يسوع غيرني شبهك يا يسوع غيرني شبهك يا يسوع غيرني شبهك يا يسوع يبقى جمالك ده مطبوع في حياتي مجدك يا يسوع الكتاب المقدس بيتكلم عن انه
الله هو المكان الآمن، فيقول في مزمور 91: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. أقول للرب ملجئي وحصني، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوبا الخطر. بخوفي يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجنن حقه. لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار، ولا من وبا يسلك في الدجى، ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. ويكمل باقي المزمور ويقول إنه أنت يا رب ملجئي، جعلت العلي مسكنك، لا يلقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك. ويكمل يتكلم عن الستر، الأمان، الحصن، حتى لو ضعفي ملاني، حتى لو النهاردة أنت حاسس أن أنت ضعيف وأنك مش قادر تقاوم، حتى لو النهاردة حاسس أن أنت قواك خارط في الطريق، ينفع تجري على الستر ده وتحتمي فيه. الستر ده مش معمول للناس الأقوياء ولا الناس التمام وما فهمش أي مشاكل، لكن الستر ده معمول عشانك أنت، عشان تجري وتحتمي فيه وتلتجئ إليه وتقول له يا رب أنا بهرب ليك من ضعفي، أنا بهرب ليك من اللي جوايا، فأعن ضعف إيماني. إيد بتطبطب وقت الشدة، إيد بتسند ظهر ضعيف، بحنان تمسح ملع دمعة، تزرع فرحة في وقت خريف. إيد بتطبطب وقت الشدة، إيد بتسند ظهر ضعيف، بحنان تمسح ملع دمعة، تزرع فرحة في وقت خريف. حلوة الإيد دي لما بتلمس، حلوة كتير بتداوي موجوع، يا ما لمست فتحت عين أعمى. حلوة الإيد دي إيد يسوع، حلوة الإيد دي لما بتلمس، حلوة كتير بتداوي موجوع، اللي يعود تروي عطشه بلا شواه، يلقى حب
الإيد دي إيد يسوع، حلوة الإيد دي إيد يسوع. لمشاهدة الحلقة الكاملة زوروا سات7 بلس.